تمام. باشمهندس خالد، سريعا كده، يعني احنا مطمنين على بعثة النادي الاهلي، ان شاء الله بكره هتلعب مع مونتيري. طمنا، مفيش جديد في موضوع ابو تريكه؟ يعني مفيش، الناس كلها قلقه بالاخر كده، ناس مش عايزه ابو تريكه يعتزل يعني، وقيل ان هو خلاص يعني قال انا هرجع لمصر وهسيب الراي ده لمجلس الاداره، خصوصا ان عقده مستمر لموسمين متتاليين يعني ده واللي بعديه. مفيش اخبار جديده يا باشمهندس خالد؟ بص يا كابتن خالد، احنا عايز اقول لك حاجه، الموضوع طبعا لم يناقش ان دي اختصاص لجنه الكوره والجهاز الفني. الموضوع طبعا مؤجل لحد ما يرجعوا من المغرب. وده طبعا اولا واخيرا اللي بيقدر واللي بيحكم الموضوع ده هو اللاعب نفسه، كابتن محمد ابو تريكه هو اضرب مصلحته، واحنا طبعا كنادي عارفين ان هو له يعني اضافه موجوده جوه الفريق، ومش هنقول له اعتذر او ما تعتذرش يعني، ولكن هي متروكه دي هو بينه وبين الكابتن محمد يوسف، واحنا بنرحب باي قرار هيتخذه. وطبعا يعني بالنسبه لمجلس الاداره بعيد شويه عن الحته دي. تمام، واخد بالك؟ بس طبعا مجلس اداره شيء مهم يعني رايه كمان، خصوصا ان يعني الفرقه داخله على معترقات كاس السوبر والدوري، وداخلين على بطوله افريقيا مره اخرى، وبالتالي كلام، في كلام ايضا على عدم تجديد احمد فتحي، وفي كلام النهارده على مواقع باير ليفركوزن بيطلب احمد فتحي، مش عارف كلام مواقع ولا كلام حقيقي، يعني قريت حضرتك الحاجات دي؟ ما قلناش حاجه طبعا، بس ما قلناش حاجه رسمي لحد دلوقتي، كل الكلام ده كلام سابق لاوانه، زي ما بقول لحضرتك كده، احنا كل ده مؤجل مع لجنه الكوره مش مجلس الاداره، زي ما باكد لجنه الكوره، لجنه الكوره هي المنوط فيها الموضوع ده، هي والجهاز الفني. وبعد كده زي ما بقول لك، احنا طبعا نفسنا الفرقه يعني ما حدش يلعبها دلوقتي، وتبقى لو في لعيب له مكانته جوه الفريق طبعا نحب ان هو يستمر. طيب، لان محمد ابو تريكه لسه عنده عطاء يعني ان شاء الله. اخيرا من الاخر كده، يعني ده هيعتبر باشمهندس خالد اهدار مال عام، يعني اما احمد عبد الظاهر مثلا يعرض للبيع، وبالتالي مش هيجي له مثلا عروض، فمش معقوله افضل النادي الاهلي مقعد احمد عبد الظاهر يتمرن بس وياخد فلوسه وما يلعبش ولا ماتش في الدوري، والاهلي محتاجه ومفيش نادي اشتراه، وهو مطالب انه يسدد فلوس لنادي امبي الاقساط اللي عليه، ف ايه الحل يعني؟ لا يعني ما ينفعش احمد عبد الظاهر يفضل قاعد كده وياخد فلوس، وكمان تدفع فلوس لامبي ثمنه، وكمان ما يلعبش ومفيش عقود ومفيش عروض بتجيله، او اللي بيجي له بتبقى يعني مبالغ قليله، الا بقى لو في اعاره، يعني ايه الحل؟ لان طب افرض يناير عدى واحمد عبد الظاهر موجود في النادي الاهلي، هيفضل يتمرن كده بس؟ لا بص، تاكد يا كابتن خالد، مجلس الاداره هيحافظ على كل حقوقه، وكل يعني لا يمكن هنكون السبب في ان النادي يخسر حاجه، النادي الكوره بيجي لها عروض، وطبعا كل ده مؤجل لحد بعد كاس العالم للانديه، لما في عروض جت وفي كذا حاجه ما بين بيع وما بين اعاره، وتاكد ان مجلس الاداره او لجنه الكوره مش هتسيب الامور زي ما حضرتك متخيل، لازم هيبقى فيها قرار لصالح النادي وصالح اللاعب، لان برضو مهما كان احنا عرضناه للبيع، انما يهمنا مصلحته برضو. صحيح، مش ممكن ابدا هنتلاعب من اولاد النادي الاهلي، مش ممكن ابدا هنفرط فيه بهذه السهوله، وهيكون برضو القرار في صالح الاثنين مع بعض. بس ممكن، هل ممكن يكون في باشمهندس خالد، هل ممكن يكون في تراجع في فكره تبيعه مثلا اللاعب؟ في النهايه احنا بنبقى عايزين من اللاعب انه يحس بخطئه، وطالما حس بخطئه وحس وتعرض للعقاب، ممكن يكون في نوع من التسامح مثلا. حضرتك بتقول ممكن يبقى يكون في اعاره، ما هو الاعاره دي معناها انه هيرجع تاني للنادي الاهلي، مش هيكون بيع نهائي. خلي بالك كابتن خالد، ممكن اعاره يثبت فيها نفسه تجيب له بيع احسن. بالظبط يعني، احنا لكن فكره البقاء في النادي الاهلي مرفوضه تماما، ولا ممكن لو اللاعب تقدم مثلا بالتماس او حاجه؟ انا مش هخبي عليك، هو ده كان قرار نهائي. ولحد دلوقتي ما فيش اي بوادر تقول ان القرار ده هيتغير. تمام، بالنسبه للشكوى، كابتن حسن حمدي بعت شكوى للاتحاد الدولي بيشكو فيها وزير الرياضه والحكومه متمثلة في وزارة الرياضة في التدخل الحكومي في الأندية،
ورد النهارده الاتحاد الدولي قال ان كابتن حسن حمدي يعني مش من حقه ان هو يبعت دايركت للاتحاد الدولي، لابد ان يكون عن طريق الاتحاد الاهلي وهو الاتحاد المصري، وبالتالي النادي الاهلي بيطالب اتحاد الكره ان هو يبعت جواب للاتحاد الدولي. تاكد ان احنا لما هنعمل حاجه هتتعمل بالقنوات الشرعيه، يعني لو في شكوى هتطلع هتطلع عن طريق الاتحاد الدولي. بس هو على فكره في شكوى طلعت فعلا، الاتحاد الدولي رد عليها النهارده. انا بقول لك هتبقى عن طريق الاتحاد المصري، ما يمكن هتطلع الاتحاد الدولي ده. لا ما هي ما اللي حصل النهارده جه جواب من الاتحاد الدولي بيقول بردا على شكوى كابتن حسن حمدي، بيقول يعني الاتحاد الكوره والكابتن حسن حمدي لابد ان هو يبعت عن طريق الاتحاد المصري، ما ينفعش الاتحاد الدولي يرد من نادي للاتحاد الدولي. ما بعتناش الاتحاد الدولي خالص، ما فيش ده ما حصلش. طب ما ليه النهارده الجواب جه الاتحاد الكوره النهارده كده؟ لا 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 احنا ما بعتناش الاتحاد الدولي نهائي خالص، انا باكد لك كده. طيب تمام. لا ايوه. طيب اخيرا موضوع البث، النهارده في كلام ان لجنه البث باعت الدوري الممتاز للتلفزيون المصري، الاتحاد الاذاعي والتلفزيون، مقابل 70 مليون جنيه بما فيهم مباريات الاهلي. راي حضرتك؟ والله يعني رايي ده، بص احنا بكره ده هيناقش عندنا في قاعده كده، يا مجلس اداره يا هتبقى جلسه وديه مناقشات ما بين اعضاء مجلس الاداره. انما انا عايز اقول برضو ان احنا بعد ما حدث في انتخابات لجنه الانديه ولجنه البث، احنا متمسكين بحقنا في البيع الفردي ولن نتنازل عن هذا، واذا كان احنا لينا حق لا يمكن هنسيبه، واذا كان ملناش حق لا يمكن هنمشي في حاجه مش من حقنا. فاتاكد ان ده بكره هيتخذ فيه قرار، وزي ما بيقول احنا ما كانش نفسنا كده، بس احنا اضطررنا لكده، وهنبص للصالح اللي في النادي الاهلي اولا يعني. ان شاء الله. فده بكره هيقتل بحث الموضوع ده كابتن خالد. ان شاء الله ان شاء الله. باشمهندس خالد بشكرك. خالد الدرندلي المحاسب، خالد الدرندلي عشان هو بيقول لي كذا انا مش مهندس، المحاسب خالد الدرندلي. تعال نروح بقى ل